الى تتشكي بينا، الى تتشكي بينا السي عزيز الشعب، كتقول له هادو هما اللي دعم، هادو هما اللي رفعوا اللي حيدوا الدعم، اذا هادو هما اللي رفعوا الاسعار، فهمتيني ولا لا؟ ملي جالس كتشكي بينا عاود ردوا الى بغيتي، شنو ما الذي يمنعك؟ يمنعك انك انت بنفسك تقول الى مشينا حتى عاود ردينا الدعم غنتقبل الميزانيه. اذا لو كان ما درتش انا ذاك الاصلاح كون راه الميزانيه ديالك متقوبه السي عزيز، وكون راه المغرب في ازمه. ولهذا هذه القضيه هذه ديال 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 الرفع ديال ديال الاسعار دي زيخ، وثم فرد كاع حنايا اللي رفعنا الاسعار. يلاه اسيدي هب، بغيت نسولك واش الدور ديال الحكومه ملي جيت بقات تبكي على الحكومات اللي سبقوا؟ هما اللي داروا هذا الشيء، هما اللي داروا هذا الشيء، حشومه عليك السي عزيز. انت الا كتقول الناس جابوك كل مره كتفتخر علينا بذاك العدد ديال الاصوات اللي جبتي، واش بعدا تطيق من ديك الاصوات كلهم ديالك؟ واش انت تي سيغ زعما هاد القضيه زعما كتبان لك كي درتي لها 300,000 صوت اللي كانت عندك، ولا 2 مليون و200 ولا 300,000 صوت، كي درتي لها؟ شكون انت لينسون المونديلا ولا شنو تكون؟ انت واحد الانسان ما عطيتيش حتى شي، عطيتي للناس وعود يبدو انها غير قابله للتطبيق فقط، وربما وزعتي شويه ديال الفلوس وشويه ديال الكفف صحك. وراه واحد القضيه، راه هذه القضيه ديال تبغي تلصق هذا الشيء في العداله والتنميه، ولا تبغي تطلع من خلال انك تبين للناس انه انت ضد العداله والتنميه، راه ما كتنفعش، وراه داروها وحدين قبل منك وحسن منك وقوى منك، ما عندك حتى علاقه بهم سياسيا وطاحوا. ولكن كاين واحد القضيه كبر من هذا الشيء كله سي عزيز، وهي ملي مشيتي كتهم الحزب باللي خبى عليك الخبر ديال القطاع ديال الغاز من قبل الجزائر. بغيت غير واش 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 كاين شي منطق في الكلام ديالك؟ واش عارف راسك اش كتقول ولا غير كتشير؟ العقده اللي بيننا وبين الجزائريين كانت غادي تنتهي نهار 31 اكتوبر، واش المغرب ما كانش عارف؟ وفاتح نوانبير علموا هما باللي لا غدا غادي يقطعوا الغاز ديالهم، هما علموا، وهذا خبر سيادي. اول واحد خصو يعرفوا شكون هو سيدنا ولا انت؟ الى وصل كاع الاخبار لرئيس الحكومه شكون غادي يخبر؟ انت علاش يخبرك؟ واش المصيبه غيخبرك؟ واش مصيبتك حتى تبيع الغاز باش تاخذ انت الاحتياطات ديالك؟ هذا كلام صعيب، انا جاني بزاف ما عرفتش انا، اما هذا الكلام قلتيه من راسك اما قالوا لك شي حمق ما فيها لا اله ولا حتى. انا هذه امور سياديه هذه. انا شوف انا ما كنتش متفق، وحتى دابا تنقولها لك انا ما متفقش مع الناس اللي تيقولوا لك ارحل، ولكن لا استمرتي في هذه الطريقه وغير كتشير وكتقول لك اللي قال لك راسك، ولا اللي قال لك شي واحد عندك في هذاك المكتب ديالك، هذاك الديوان ديالك اللي ما عارف راسو اش تيقول. راه الامور ماشي سهله وراها ماشي مقبوله. راه انا كنت رئيس الحكومه قبل منك وكنعرف في المغرب شنو اللي مقبول شنو اللي ماشي مقبول. انا ما انا نقول لك زعما ما كنت كنقول لاخوان يعني خليوا هذه الحكومه تخدم، خليونا نشوفوا شنو غادي يمكن لهم يديروا الى اخره. دابا لا، دابا اسمح لي، وراه هما نايضين ليك بطبيعه الحال، قرا داك الشيء اللي تيكتبوا، راه داك الشيء اللي تيكتبوا مؤلم، مؤلم جدا. فهمتي؟ واجمع راسك تيشويش. جمع راسك تيشويه باش تحسن الاداء ديالك، شي ما كاين. انت عاد جيتي انت كدرب. يلا السلام عليكم ورحمه الله.